بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس آخر من دروس العود، ولو أن الدرس متطرق له قديما، ولكن أحب أن أضيف بعض المعلومات يعني على الدرس جديدة، هي شلون تقسم، مثلا شلون تنتقل في مقام الهزام. طبعا احنا مقام الهزام قبل ما نتطرق له نجي، هو فرع من فروع السيجا، وخطأ البعض يسميه سيجا، لأن السيجا مقام يختلف والهزام مقام يختلف، كل مقام إلى أجناسه الخاصة. يعني السيجا الأصلي هو هذا، أول مرة نتعرف على السيجا الأصلي. السيجا الأصلي يبدي مي كار، أو نصف بيمول يسموها مي كار، تأخذها بالأصبع الأول، وفا اللي هي جارجا، فا وصول نوا، ولا اللي هي الحسيني، وسي كار اللي هي الأوج، زين، وبعدين كردان الدو، وبعدين الري المحير، وبعدين جواب سيجا. هذا هو السيجا الأصلي، زين، هذه درجاته. واضح، هذا هو السيجا، زين، ولكن إلى فروع كثير، يعني تخرج من السيجا فروع، يعني مقامات فرعية. مثلا عندك الهزام، هو مقام فرعي من السيجا. يعني هسه احنا عندنا السيجا، لو نجي نريد نحلل اجناسه، طبعا المقام الوحيد اللي يتالف من جنسين، الجنس الاول طبع، شوف يسموه طبع سيجا، ثلاث نغمات مي فا صول صول فا مي، هذا طبع. طبعا المقام الوحيد بالسيجا اللي يكون الجنس الاول هو طبع، وليس جنس اربع درجات، يعني جنس ثلاث درجات يسموه طبع. واضح، تجي للجنس الثاني، هو عباره عن رست الصول، شوف، بتطبق الجنسين يصير سيجا. هذا هو مقام السيجا، شوف جنس طبع سيجا وجنس رست صول. واضح، هذا بالنسبة للسيجا. يعني شوف، هو السيجا شنو معناه؟ معناه المقام الثالث. عندنا هذا المقام الأول الرست، شوف اللي يستقر على الدو، دو، هذا يسموه رست دو، هذه أبعاد دو ري مي فا صول لا سي دو، دو سي لا صول فا مي ري دو، هذا الرست يعني الأول، لأن هاي التسميات هي فارسية. تجي للمقام الثاني دو غا الري اللي هو البياض، تجي للسيغا اللي هو سيغا يعني المقام الثالث، شوف يعني هسه لو تريد تقسم، لو تريد تمشي رست، اختم مي يصير سيجا، نفس الابعاد ما اختلف. فالرست جنس الاول رست عدو، والجنس الثاني رست الصول. هسه السيجا شوف تختم على الدرجه الثالثه يصير سيجا. هذا السيجا الأصل. تجي للهزام، الهزام هو فرع، جنس فرع من السيجا، فأجناسه تختلف. الجنس الأول إيش راح يصير عندك؟ يصير طبع سيجا مي كار فا صول، نفس الشيء طبع سيجا، هذا
جنس أول طبع سيجا، الجنس الثاني ايش راح يصير؟ راح يصير حجاز الصوت. شوف راح يصير حجاز الصوت، فاختلف فساعدنا الهزام ايش تاخذه؟ تاخذه بالاصبع الاول ميكار او نصف بيمول، فا بالاصبع الثالث، فا صول نوى مطلق. الجنس الثاني هو حجاز، ويرجع طبعا. هذا هسه صار مقام الهزام ميكار فا بالاصبع الثالث صول مطلق، لا بالاصبع الاول، لا بيمول طبعا اللي يسموه حصار، وسي بالاصبع الرابع المهور يسموها، ودو كبدان، وري بالاصبع الاول، والميكار جواب سيجا بالاصبع الثالث. إذن هذا هو مقام السيجا. واضح؟ هسه أعتقد صار أكو وضوح بالمعلومة وفرق بين السيجا اللي هو الأصلي وبين الهزام اللي هو مقام فرعي أو جنس فرعي من السيجا. طبعا مقام السيجا من المقامات الصعبة يقولون جدا، وحتى الألحان عليه قليلة والمقطوعات قليلة، ولكن الهزام عليه مقطوعات جدا كثيرة. هسه احنا درسنا اليوم هو الهزام، ناخذ عليه بعض التمارين. هاي ملاحظة او قاعدة خليها ثابتة عندك انت كمبتدئ، اي مقام اي نغم تريد تتعلم عليه هذن التمارين الأساسية لازم تاخذهن. هسه يقول واحد شو كل فيديو يتكررن؟ طبعا بكل فيديو يتكررن، لأن البعض ما يشوف الفيديوهات كلها حتى يستفاد، يشوف له فيديو واحد ويعوف البقية. فذني أنا أكررهن للمبتدئ، لأنه مستحيل تقدر تعزف قطعة أو تقدر تعزف أغنية أو تقدر تقسم إذا ما سيطر على ذن التمارين، لأن هنا تمارين بدائية، ولكن أهلنك أن تأخذ تمارين أخرى. إذا ما عندك ذن التمارين وما ضابطهن ترى ما تقدر كل شيء تسوي، لا تقدر تاخذ تمرين بعد ولا تقدر تعزف اي اغنيه. فالتمارين على اي نغم تتعلمه تاخذ لي ذن التمارين الاربعه الاساسيه. شوف التمرين الاول تاخذ سلم عن نغم. هسه انا كمبتدئ اجيت اريد اتعلم الهزام وشفت الفيديو الهزام وجاي يعطيني المعلم الدرس. التمرين الاول هذا، شوف العود اهم شيء ترى الريشه، الريشه هي ايقاع، فإذا ما تلتزم بيها ترى يصير عزفك ضعيف جدا. يعني مو تاخذها مي فا صو لا، هذا بالعود هالشكل خطأ العزف. الريشة عندنا أربع أنواع، ريشة رباعية يسموها هابط صاعد هابط هابط، فصير بهذا الشكل. شوف مي هاي قيمتها أنوار، مي شوف فا صول، هذه الريشة تاخذها سلم كامل، فتبدي من على كيفك تبدي بسرعة بطيئة، مي فا صول لا سي دو ري، مي آخر شيء مي، للمي توصل ترجع مي، شوف مي ري دو سي لا صول فا مي. هسه انا ما سوي شي، سلم كامل من المي الى المي بس بريشه رباعيه، مي فا تمرين.
يعني لو الضبطة، حتى لو الضبطة 70% يلا تنتقل لغير تمرين، ترى إذا ضعيف بيه وانتقلت لغير تمرين ما تقدر كل شيء تسوي. هذا واحتمال ظل بيه 5 أيام 7 أيام هذا التمرين، حتى لو 10 أيام مو مشكلة، المهم ينضبط. واضح؟ هو سلم ريشة رباعي. تيجي تمرين آخر أيضا سلم ولكن بريشة ثلاثية، شوف هابط صاعد هابط، الإيقاع راح يختلف. ممي فا صو لا سي دو ري مي، وترجع. واضح؟ فراح يصير عندك التمرين مستمر بهذا الشكل، ممي فا صو لا سي دو، وترجع. هذا هم سلم ولكن ريشة ثلاثية، هابط صاعد هابط، هنا إيقاعها اختلف. بعدين أيضا هذا تحتاج احتمال 5 أيام يلا ينضبط عندك. تيجي تمرين آخر بريشة ثنائية، هي هابط صاعد، فأيضا سلم، مي فا صوت لا سي دو، شو شلون صار؟ مي فا صول لا سي دو ري مي، مي ري دو سي لا صول فا مي، تاخذها بهذا المستوى. بس اول مره تبدا بطيء، مي فا صول لا بهذا الشكل، وبعدين تاخذه بالسرعه العاديه. واضح؟ هذا تمرين ثالث، هو هم سلم. تمرين رابع ايش تاخذه؟ تاخذه بريشه احادي اللي هي ناتشز، يعني اللي هي دبل كروش، راح يصير عندك مي فا صول لا سي دو ري مي، مي ري دو سي لا صول فا مي. يوب هذه النتشة ممكن تاخذها كلها للاسفل، مي فا صول لا سي دو ري مي، وممكن تاخذها للاعلى إذا مثلا مي فا صول، يعني تاخذها للأعلى، وممكن تاخذها أسفل وحرف أعلى، أسفل وحرف أعلى. طبعا هذه المعلومة مو من عندي، من كتاب الأستاذ جميل بشير، يقول الدبل كروش ممكن تاخذه كله أسفل، ممكن تاخذه كله أعلى، وممكن تاخذه أسفل وأعلى. واضح؟ فيصير عندك التمرين بهذا الشكل، تبدي بطيء، مي فا صول لا سي دو ري مي، مي ري دو سي لا صول فا مي، وبعدين تسرع بي. هاي 4 تمارين ضرورية ينضبطن ذني، من ينضبطن عندك يلا تتحول للتمارين الأخرى. طبعا هاي على كل نغم تتعلمها، يعني مو بأساس الهزام، مثلا النهاون أريد النهاون أخذ نفس التمارين دو ري مي فا، واستمر مثل دو ري مي فا صول لا سي دو، دو سي لا صول فا مي ري دو سي دو. شوف هسه هذا النهاون، أي نغم تتعلمه تأخذ لنا التمارين. واضحة؟ تمرين آخر تأخذ لي 3 حروف متسلسلة طابع، يعني مي فا صول. هسا أنا راح أسوي الكاب ريشة ثنائية فقط للاختصار، 6 تاخذه ب4 ريش، راح يصير عندك مي فا صول فا صول لا سي لا سي دو ري دو ري مي، وترجع مي ري دو سي دو سي لا صول لا صول فا صول فا مي. واضح؟ فيصير مستمر بهذا الشكل، مي فا صول صول لا صول. وترجع واضح؟ هذا أيضا تمرين احتاج احتمال 5 أيام 7 أيام تتمرن عليه يلا تنضبط. تمرين آخر تأخذه بشكل جنس رباعي، يعني نغمات رباعية، مي فا صول لا
فا صول لا سي، صول لا سي دو، سي دو ري مي، أو ترجع مي ري دو سي. واضح؟ ترجع بهذا الشيء. فش راح يصير عندك مي فا صول لا. ترجع هذا ايضا تمرين رباعي، وبعدين بريشة احادية. هذا يصير بريشة احادية بهذا الشكل. واضح؟ دني تمارين جدا مهمة وأأكد عليهم طبعا، ويعني من خلال تجربة، من خلال تجربة مع الطلاب، إنه دني لأدد أن التمارين نجح صار يؤدي بصورة صحيحة. عندك تمرين آخر أيضا مي صول، شوف مي صول فا لا صول سي لا دو سي ري دو مي، وترجع مي دو ري سي دو لا سي صول لا فا صول مي. واضح؟ فتبدي بطيء مي صول فا لا صول سي لا دو سي ري دو مي، مي دو ري سي دو لا سي صول لا فا صول مي. وتستمر بالنوبة شوية بأسرع مي صول فا لا صول سي لا. واضح؟ بعدين تأخذ ليها بعد ما أخذتها برباعية وثلاثية وثنائية، هسه تأخذها بأحادية مي صول. واضح؟ أحادية. هذني التمارين من راح تضبطهن راح يشوف النتائج شلونها، بس بشرط تضبطهن 100%. راح يشوف النتائج وراها، انه من تاخذ تمرين شلون راح تكون متمكن من اخذ التمرين الجاي. فهنا راح يأهلنا الى ان ناخذ تمارين. هسه راح اعطيك تمرين مثلا تاخذ لهذا التمرين، بعد ما تاخذ ذني تتمرن عليه ولو شوية بصعوبة، ولكن راح نفصله. مثلا تجي دومي، شوف دو مي دو ري دو مي ري دو سي، شوف دو مي دو ري دو مي ري دو سي، دو سي سي دو ري سي دو ري ري مي فا ري فا مي. واضح؟ بس انت مو هالشكل تعزفها، هاي للتوضيح حتى تفتهمه. هو ينعزف بهذا الشكل مي دو ري مي ري دو سي سي دو ري مي فا ري فا مي. هاي الجملة الأولى. زين، الجملة الثانية ايش راح تصير؟ سي دو سي. شوف بالرابع سي سي دو سي، هنا سي هابط صاعد هابط صاعد، والسي هنا انوار سي دو سي مي فا مي سي دو سي مي فا مي دو سي دو سي دو شوف دو سي دو سي دو ري دو سي دو سو سي لا سي لا سي دو سي دو سو فا لا سو لا سو لا سي لا سو فا مي فا سو لا 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 لا. واضح؟ أعيده دو سي دو سي دو ري دو سي لا سو شوف دو سي دو سي دو ري دو سي لا سو سي لا سي لا سي دو سي لا سو فا لا سو لا سو لا سي لا سو فا مي فا سو لا لا سو سو فا فا مي فا سو لا لا سو سو فا فا مي دو ري مي فا مي دو ري مي فا مي. واضح؟ فالتمرين راح يصير عندك مستمر بهذا الشكل، راح اسوي كاب ببطء. Ri 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 ri
طبعا بالبداية شوية تلاقي بيصعبه، لكن بالممارسة راح تتعلم عليه. تمرين آخر ممكن تاخذ أغنية الفيروز، هذا المقطع ناخذه. دورمي 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 فامي دورمي فصفامي دورمي فامي ريدو مي ريدو مي ريدو فامي ريدو صفامي. شوف هاي المقدمة مال أغنية الدور الدور، أعيدها. دورمي 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 فامي دورمي فصفامي دورمي فامي ريدو مي فامي ريدو مي ري فامي ريدو فامي ريدو صفامي. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني مي فصو سي لا صو دو سي دو سي دو ري دو سي ري دو مي ري دو سي لا دو سي لا صو لا صو سي لا صو فامي. واضح؟ أعيده. مي فصو سي لا صو دو سي دو ري ري دو ري دو ري عفوا دو سي ري دو مي ري دو سي لا دو سي لا صو لا صو سي لا صو فامي. هنا انتهت المقدمة. ايش راح تيجي؟ دوري دوري ويحاكي حاكي ممدور ممدور شباكي وشباكي دور. هذه هي الكلمات، احنا ما لنا علاقة بالكلمات. هي مم 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 مي ففارر ففامي مم مم مي ففارر ففامي. واضح؟ مم 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 مي ففارر ففامي مم 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 مي ففارر ففامي. بعدها راح تجي باد الأسمر ناطرنا ناطرنا بعيدنا ناطرنا بعيد مي فصو صو 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 فلا صو أعيدها مي فا صو 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 فا لا صو سي لا دو سي دو سي لا صو فا مي. أيضا تمرين مفيد وجميل. زمن التمارين إذا ضبطت راح يسيطر تماما على مقام الهزام. هسا نجي بالنسبة يحبون التقاسيم ويريد يقسم على المقام. طبعا التقاسيم هي ما تتحفظ ولا هي مقطوعة حتى تحفظها. التقاسيم هي روحية العازف، جمل يألفها العازف ويضيف لها روحيته الخاصة، ولكن مع هذا يعني حتى يصير عندك أساس وفكرة شلون تقسم على أي مقام. التقاسيم ممكن نسويها ثلاث مراحل. المرحلة على أي نغم، هاي مو بس الهزام. المرحلة الأولى هسه نجي ناخذ جمل مثلا على جنس أو طبع سيقاء الجنس الأول. شوف على محصورة بين المي فا صول صول فا مي دوري مي فا مي. يعني هنا هسه جملك محصورة بهذا، فش تبدي مي فا صول فا صول فا مي فا مي. ممكن تأخذ زحفة يعني تقاسم هنا تروح على ريديز وترجع ميكار، هاي ممكن مثلا مي فا صول نصف صول نصف مي ري دو ري مي فا مي. مثلا على سبيل المثال هاي الجمل يعني هي مو شرط نفسها انت تألفها زين، بس على مود تفتن بعد ما قسمت هنا مثلا تاخذ جملة أخرى مثلا دو ري مي فا صول. شوفوا هنا الصول شوية طول بيها، تقدر تاخذ وياها دو يعني دو ري مي فا صول دو صول دو صول دو صول لا صو فا صو فا مي فا مي ري دو ري مي فا مي. شوف لا 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 صو لا صو فا لا صو لا صو فا صو فا مي فا مي ري دو ري مي فا صو فا مي.
هاي مثلا جملة. بعد ما تقسم على هذا الجنس تنتقل إلى وسط المقام على الجنس الثاني اللي هو الحجاز، حجاز الصوت. يعني راح تنتقل من مي فا صول لا صو فا صول لا سي دو سي لا صو فا صول. يوب هسه انتقلت هنا المرحلة الثانية صول لا سي دو ري دو سي دو دو سي لا صو فا صول لا صو فا مي. هاي المرحلة الثانية انتقلت على الجنس الآخر أقسم حجاز. زين وراء المرحلة الثالثة شو تسوي؟ تروح إلى جواب المقام دو ري مي فا مي. شوف دو ري مي فا مي مي فا صولا صول فا مي ري دو سي دو ري دو سي لا صول فا صولا صول فا مي. مثلا اخذت هاي الجمل صعدت للجواب. هنا بالجواب ممكن تحول، يعني مثلا احول رست الدو او رست الكردان شوف هسه حولت رست ترست. ممكن ارجع عن طريق السوزناك مثلا شوف اخذ اللا بيمول من الرست شوف دو ري مي فا صول لا صول فا صول واضح لا صول فا صول صول لا سي دو حجاز هنا شوف رجعت واضح. هذا ممكن احول بهذا الشكل، ممكن احول على بيات الصوت شوف. يعني اخذ مثلا من اخذ الجنس الرست هذا الشيء يسموه عند النيرز راح يصير الجنس الثاني بيات. النيرز هذا رست والجنس الثاني بيات شوف اخذ بيات. بعد ما اقسم بيات مثلا سي سي لا سي دو واضربهم وياها دو 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 سي دو ري شوف سي دو ري فا ري سي دو سي لا صو فا صول. هسه بعد ما قسمت بيات وخلصت ممكن ارجع اخذ شيء طبيعي صول دو سي دو ري دو سي لا صول صول لا صول فا مي صول لا صول فا مي مي ري دو سي لا صول فا مي ارجع حزام. شوف بهاي الحالة انت راح تتنقل بين الانغام، ممكن تتم تصعد على الجواب ناون داخذ الدو بس حاولت ناون الدو ارجع
واضح؟ بهذا الشكل انت طبعا من تتطور وتقوم تعزف وتصير زين شوية بالعزف، راح هذني الشغلات وحدك تفهمها. وانصحك انه التقاسيم انت تقسم، بس بالبداية ممكن تسمع وتقلد، وبعدين تعتمد على نفسك انت تقوم وتألف جمل وانت تقسم وظيف روحيتك. بهذا المعلومات اعتقد انه كافية لحد الان، والدرس صار طويل، واتمنى تمت الاستفادة من الدرس، ومع السلامة.